السلام عليكم، نتمنى هذا الفيديو اليوم يلقاكم نتوما في تمام الصحة والعافية ان شاء الله. رمضان كريم للجميع، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والعافية ان شاء الله. واليوم غادي نشارك معكم كيف ما كتشوفوا هاد الصفوف هذا او سلو او سليلو، كل واحد شنو كيعيط له. اللي جا غزال مذاق فيه جا غزال كيحمق، وزائد صحي 100%، يعني ما فيه شي لا زيت لا زبده لا سكر، ما فيه حتى شي حاجه من الحاجات بحال هادو، يعني الدهنيين والسكريات وداك الشيء. ايوا دابا ما غادي نزيدش نطول عليكم بزاف، وغنخليكم على المقادير وطريقه التحضير. دابا غادي نبداو على بركه الله بالمقادير د الصفوف. كيف ما كتشوفوا المقادير عندي هما هادو. بالنسبه لاول حاجه غادي نبداو بها هو الطحين او الدقيق. عندي هنايا كيلو د الطحين اللي حمرته وغربلته. بالنسبه للطحين فانا خلطته، عملت نص كيلو د الطحين العادي، 4 كيلو د الطحين د الزرع بالنخاله ديالو بكلشي، و 4 كيلو د الطحين د الشوفان. فماشي ضروري تعملوا هادشي هذا اللي عملت انا، ممكن تعملوا غير الطحين عادي اولا تخلطوا بين نص د الزرع والنص د العادي، او تعملوا الطحين العادي بوحديته. وهنايا عندي كيف ما كتشوفوا كيلو د اللوز اللي نزعت منه واحد الزلافه او واحد طاسه د اللوز باش غنخليوه صحيح، هذا ما غادي نطحنوا وحشي. يعني هنايا عندي 850 غرام د اللوز، وهنايا 250، المجموع هو كيلو. وهنايا كيلو د الجنجلان او الزنجلان او السمسم، عاود حتى هو عندي كيلو. كيف ما كتشوفوا شحال ما استعملنا د الطحين او الدقيق، يعني استعملتو كيلو غنعملو كيلو د الجنجلان وكيلو د اللوز، استعملتو نص كيلو د الدقيق غنعملو نص كيلو د الجنجلان ونص كيلو د اللوز. يعني شحال ما استعملتو الكميه د الدقيق غتمشيو عليها بالنسبه للجنجلان وبالنسبه للوز. اللوز كيف ما قلت لكم هنا زولت منه واحد شويه. هنايا عندي نص ربع د القرفه او ما يعادل 125 غرام، اولا كيف ما كتشوفوا زلافه او طاسه ناقصه من القرفه. هنايا عندي 3 د المعالق كبار د النافع، هما كيكونوا غير جوج المعالق ولكن انا عملت 3 لان ملي كنغربلوه كيبقى معنا 8 ملعقه اللي ما كتبغيش تطحن. فانا كما قلت لكم عملت 3 د المعالق. هنايا عندي محمر حمرته، يعني نقيته حمرته وغربلته، طحنته وغربلته. هنايا عندي القليل من الملح، غير واحد شويه د الملح. وهنايا عندي المسكه، المسكه اللي طحنتها مع السكر ما يعادل هذا القياس هذا، يعني هذه الكميه اللي طحنتها مع ملعقه صغيره السكر. وهنايا عندي العسل. بالنسبه لنا العسل غادي نحتاج نص كيلو، هذا كيعادل نص كيلو، يعني نص هنايا عندي كيلو، هذا كيعادل كيلو والنصف ديالو كيف ما كتشوفوا. فانا غادي نعمل غير النص ديالو صافي. بالنسبه لهنا كما كتشوفوا ان السكر ما استعملتوش، اذا جاكم يعني اذا استعملتوا هذه الكميه هذه العسل اللي غنستعمل انا، هذه العسل حره وان كتسمى انها حره، يعني النحل ديالها كيرعاو الورد. وغادي نحاول ما امكن ما نستعملش السكر، غنستعمل غير العسل. وانتم اذا بغيتوا تضيفوا السكر فغادي تعملوا السكر كلاصي. بالنسبه للاضافات اللي ممكن تزيدوا، هادو هما المكونات الاساسيين اللي ذكرت معكم دابا، ومن بعد ممكن انكم تضيفوا هاد الحبوب هادو اللي عندي هنايا مخلطين، هادو من ميركادونا، فيهم زريعه الكتان، فيهم بافوت، فيهم جنجلان، فيهم هاد البيباد القرع والبيباد العاديه. ممكن تستعملوا اي نوع ولا اي كميه، يعني ماشي ضروري هاد الكميه، انا ممكن نزيد نضاعف هاد الكميه هادي اذا تشتا قليله فانا غادي نضعفها. يعني ممكن تستعملوا اي كميه بغيتوا من هاد الحبوب هادو. فيعني رمضان كنكونوا يعني محتاجين هاد الحبوب بحال هيدا. وغادي نزيد عاود هادو كاملين كاضافات، يعني ماشي ضروري تزيدوهم. هنايا كيف ما كتشوفوا عندي شيا اولا تشيا، بالنسبه للناس اللي ما كتعرفهاش فهادي مهمه بزاف، دخلوا جوجل وكتبوا المنافع ديال الشيا، هاي غتخرج لكم منافع ديالها كثيره بزاف، فيها الكالسيوم ماغنيسيو زينك فوسفور. المهم اذا جيت باش نهضر لكم على المنافع د هاد الحبوب هادو فما غادي نساليش هاد الفيديو هذا، فكنصحكم انكم تدخلوا ديو معلومات عليها.
وغادي نزيد هنايا واحد القليل من الشوفان، ممكن تستعملوه هيدا وممكن تستعملوه محمر، ممكن تستعملوه مطحون كيف ما استعملته انا هنايا، طحنته كيف ما قلت لكم، يعني شريته مطحون وحمرته مع الطحين وغربلته. وغادي نستعمل واحد شويه هيدا، يعني صحيح او حبوب، ممكن تحمروه ممكن كما قلت لكم تخليوه هيدا، انا غادي نخليه غير على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نزيدكم اخر مكون اللي دائما مسكين كان ما كنستعملوهش بزاف، وخصوصا اذا استعملنا اللوز، اللي هو الكاوكاو. يعني ما نافع ديالو كثيره بزاف، وخصوصا دابا في هذا الشهر هذا اللي كنستعملو حنايا السكريات بزاف، فهاد الكاوكاو هذا كيساعدنا على حرق الدهون، يعني لان فيه بروتينات، فيه واحد نسبه البروتينات عاليه، فغادي يساعدنا على اننا نحرقوه لو واحد النسبه قليله ديال الدهون، يعني اي حاجه تحرقت فحنايا محتاجين لا. وكيبقى طبعا اختياري، ممكن تضيفوه ممكن ما تضيفوهش، انا كما قلت لكم يعني غادي نضيفوه في هاد، والكميه ما كتهمش، يعني ضيفوا الكميه اللي بغيتو. دابا غادي نقوز باش نطحن اللوز، وغادي نطحن الجنجلان. بالنسبه للجنجلان فانا غادي نهز منه، حتى هو غادي نهز منه واحد زلافه او واحد طاسه، وغادي نخليوها هيدا صحيح. دابا غادي نقوز باش نطحن، كيف ما قلت لكم غادي نطحن الجنجلان وغادي نطحن اللوز، غادي نطحنهم حتى نوصلوا لواحد الدرجه اللي غادي نخليوهم شبه سائلين. هنا دابا غادي نقوز باش نطحنهم، وغادي نوري لكم القوام ديالو كيفاش غادي يكون، هاد اللوز وهاد الجنجلان هذا. دابا هنايا هاد الدقيق هذا غادي نضيف هاد النواشف هادو، بالنسبه لهاد القرفه وهاد النافع، نضيف الملح وغادي نضيف المسكر، صافي غادي نضيفهم نزولهم عليا. بالنسبه لهاد المكونات هادو، الجنجلان هذا واللوز وهاد الحبوب هادو، غادي نخليهم اخر حاجه، يعني حتى نعجنوا هاد الصفوف هذا ديالنا عاد غادي نضيفوهم باش يبقاو لنا باينين، لان اذا خلطناهم وعاد زدنا العسل وديكشي فغادي يعني غادي يتغلفوا بهاد الصفوف هذا، وما غيبقاوش يبانوا لنا مزيان، فمن الاحسن نخليهم حتى للاخر. واحد المكون اللي هو نسيت ما نذكره معاكم هو زيت الزيتون، يعني كيف ما لاحظتوا هنايا في المقادير اللي عطيتكم ولا في المكونات، ما استعملتش نهائيا الزبده ولا الزيت، يعني ما غنستعملهمش نهائيا، لان كاين اللي كيعملوا الفرقه، ويعني ماشي صحيا اننا نستعملوا خصوصا الزيت العاديه، فغادي غادي نستعمل هذا الزيت هذا الزيتون. بالنسبه للاله اللي طحنت فيها الجنجلان واللوز، فهي هذه بحال الترموميكس عامله، ولكن غير هذه الماركه مبدله، عندي هذه ماركه مامبو هيك ما كتشوفوا هنايا دي سيكوتيك، فهنا طحنته على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، او علين يرجع سائل هاتوا كيف رجع بحال المعجون. انا غادي نزيد نطحنه على هيدا، وغادي نزيد نعمل له نصف كاس باش يزيد يساعدني على انني نرجعو سائل. ملي غادي نرجع هذا الجنجلان هذا كيف ما قلت لكم في الاول شبه سائل، وديك اللوز حتى هو غادي نزيد له هذا النصف ديال الكاس ديال زيت الزيتون اللي بقى، وغادي نطحنه، فهو اللي غادي يجمع لي هاد الصفوف هذا، وغادي يعلقوا لي. فهنايا ما غادي نحتاج شي، غادي يجيني صفوف معلق بلا ما غادي نحتاجوا لا زيت ولا زبده. ها هو دابا من بعد ما طحنته نوريكم، يعني هانتم كتشوفوا كيفاش رجع بحال سائل. غادي نخلطوا واحد شويه هاد المكونات، وها هو القوام ديال الجنجلان ديالنا. بالنسبه للي ما عندوش الاله هذه فحال ديالي، انا هاد الكميه هذه هي كيلو اللي حضرت معاكم، ك
كامله عملتها في ديك الاله ضد الطحن. بالنسبه اللي عنده اوندو ستريس وما غيقدرش يطحن على هذا الشكل هذا، فغطحنوا اللوز ديالكم كيف ما طحنتو انا. ها هو القوام ديال اللوز، يعني حتى علقتو مزيان ترجع، يعني نقدروا نعملوا به عجينه هيدا بحال كنت حضرت معكم القنينطات اللي شوف بحال الطرون. هذا هو الطرون اللي حصلنا عليه، يعني بحال غنقولوا هاد السوفه عدلنا بالطرون. المهم هنايا دابا شنو غادي نعملوا؟ بالنسبه اللي عنده اوندو ستريس فغادعملوا في واحد الوعاء غارق، غادي تخلطوا معاه هاد الزيت هذا اللي بقى لنا، غادي نخلطوه وغادي تبداو تعملوا شويه بشويه في اوندو ستريس وتطحنوه حتى تحصلوا على هاد الشكل هذا كيف ما حصلنا على هاد الجنجلان هذا. دابا انا غادي نطحنو وغادي نوري لكم كيفاش غادي يرجع. بالنسبه للوز انا من بعد ما طحنته ما غنزيدش نطحنو بحال اللي طحنت جنجلان، لان الماكينه سخلتني بزاف، فغنزيد ما غنزيدش نفرصر عليها لان نهار كامل وانا كنطحن بها، فغنكتفي غير بالقوام هذا. يعني هذا القوام هذا غيساعدنا على اننا نجمعوا هذا الصفوف هذا. بالنسبه للكاوكاو فانا غير دردشته، يعني ما طحنتوش مزيان بالحق، اذا بغيتو طحنوه ودرجعوه في القوام ديال اللوز و ديال الجنجلان فممكن. دابا غادي نقوزو باش نعجنوا هذا الخليط هذا ديالنا. بالنسبه اللي عنده الاله ديال العجن فهو يستحسن انكم يعني تعجنوه فيها. انا هنايا هذا ما غادي يسعليش في الاله ديال العجن، فانا غادي نحاول نخلطو عاد غادي نعملو في الماكينه ديال العجين. غادي نعمل النص باش يعني يخلطوا لي مزيان، عاد نعمل نص اخر. دابا غادي نحاول غير نجمع المكونات باش نقدر نقسمهم ونعملهم في الاله ديال العجن. صافي بالنسبه للخليط فانا حاولت نخلطو هنايا شويه، واللي عندكم يعني الوعاء كبير من هذا بحال اللي كنقولوا حنايا البانيوس فممكن تعركوه فيه وتخلطوه فيه وكل شيء. كيف ما تشوفوا انني العسل ما خلطتوش هنايا، لان العسل ضروري ما تسخنوها، يعني ما غادي نقدرش نعجنها بيدي حيتاش سخونه بزاف. فغادي نعمل كما قلت لكم حسن نعملها في الاله ديال العجين، عاد غادي نكبلها هاد العسل هادي. هاي كما كتشوفوا سخنتها، كما قلت لكم ضروري ما تسخنوا العسل عاد باش تخلطوها مع الصفوف ديالكم. من بعد ما خلطتو من بعد ما مثلوا العسل وخلطتو فهذا هو القوام اللي حصلت عليه. فدابا عاد غادي نزيدو المكسرات اللي عندنا كاملين. فحال حنايا هنايا عندنا اللوز كيف ما قلت لكم انا قسمت العجين باش يعني ما غيسعليش الخليط كامل. فانا كما كتشوفوا كنعمل غير نصف الكميه ديال اللوز نصف الكميه ديال الجنجلان، وعملت هاد الحبوب هادو هما غادي نضيفو دابا الاضافات اللي غادي نضيفوهم كاملين دابا، وغادي نقوزو عاود نعجنو هاد الشيء هذا يعني نخلطوه مزيان. بالنسبه كما قلت لكم اللي ما عندوش الاله ديال العجن فغير في واحد الوعاء كبير ممكن انكم تخلطوه وتعجنوه مزيان. واحد الملاحظه بالنسبه للناس اللي بغاو يزيدوا له الزبده باش يجيكم معلق اكثر من هيدا، فغادي تزيدوا له نصف كيلو من الزبده، غادي تخلطوها مع العسل، غدوبوهم مع بعضيتهم العسل والزبده مع بعضهم وغتعجنوا به الصفوف ديالكم. بالنسبه للكميه ديال العسل اللي عملت انا فممكن نتوما تضعفوها لان على حسب ذوق كل واحد. بالنسبه للصفوف كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديالو اللي جا، الصراحه جا غزال، يعني ملي كتعملوه في ذوقكم وكذا كلوه فكيتعلق في الدقوم والمذاق فيه غزال. اي ملاحظه اي استفسار اي حاجه ما عرفتوهاش سقسيوني في الكومنتاريوس، فانا كنجاوب يعني الاسئله كاملين اللي كتطرح عليا. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. اذا جربتوا هاد الصوف غادي يعجبكم بزاف انا متاكده، لان المذاق ديالو جا غزال غزال غزال. ما تنسونيش كما العاده باللايكات ديالكم والكومنتاريوس ديالكم اللي كيشجعوني اكثر. بالنسبه للناس اللي جدادين معنا في القناه اذا كانت عجبتكم القناه فما تنساوش الضغط على ابوني او سبسكريبير او اشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي كنعملو. ودابا غادي نخليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.